بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن فاطيمة وحليمة لما اختفت أختهما كريمة وطال اختفاؤها وانقطعت أنباؤها ومر يومان ويئست الفتاتان وأثقل الخوف عليهما وزحف الحزن إليهما. وبينما كانت الفتاتان تتحدثان وقد جدت بهما الأشجان سمعتا طرقا على الباب فعلاهما الاضطراب وأسرعت فاطيمة ووراءها حليمة. انت جيتي يا خالتي. خالتي ريمة. الله، امال فين كريمة؟ هي ما جاتلكيش يا خالتي؟ تجيني فين يا اختي؟ وانت كنت فين يا ست ريمة؟ انا بسأل على كريمة، راحت فين كريمة؟ اقول لك انا يا خالتي. قولي يا اختي. ما انتي لما خرجتي وغبتي علينا واتأخرتي جالنا شخص مجهول وقال انه رسول وانك انتي اللي بعتيه علشان ياخد اختي كريمة. وخرجت وياه؟ ما احنا صدقناه. واللي اسمه مشكاح سابهم؟ لا، خرجت وياهم ارعبهم ومشيت في سكتهم. وبعدين واحنا ماشيين بصيت لقيته وقف وبص شمال وبص يمين. قلت له انت وقفت ليه؟ قال لي اصل انا نسيت، لان ريما قالت لي خلي مشكاح يروح يجيب بقيه التفاح. ومسافه يا اختي ما راح مشكاح ورجع مشكاح كان كل شيء بوف اختفى وراح. عجايب خلايق متعبيه في ذكائي. ما هو بالظبط زي ما حصل لك مع بياع التفاح. ما انت اصلك خايب ونايب. يا اختي طب دي بقى حكايه كريمه، عايز اعرف حكايتك ايه انت بقى يا ست ريمة. نعم 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 نعم. هو سؤال حرم. ايه انت مش كح بتتجرأ وتسألني؟ يعني بلاش اعرف يعني. هي حلاوة انت بقالك لسان وبتتكلم. والله ان ما كنتش يا اختي اعرف اتكلم اتعلم. لا ده انت كنت في جرة وخرجت لبرة. متحكش عنهم يا فاطمة. انت فاهم ان لك سعر وقيمة. انتوا هتتخانقوا وتسيبوا اختي كريمة؟ كريمة واللي ناب كريمة واحوالها. ما انت اللي بعتالها. خلاص نخرج نفتش عليها انا واختي. يا لهوي، ما انا عارفه انتوا عايزين تفضحوني في البلد دي. بلاش الكلام ده يا خالتي. يا فضحتي يا فضحتي، اودي وشي من الناس فين؟ بس بس ما تعيطيش يا حلوه. حلوه يا اخي اتنحل وبرك ووبرهم الاثنين. هو عشان الراجل ما مات يفلت عيار البنات؟ انا داخلة عشان ارتاح، مش عايز حد يقلقني يا مشكاح. يا رب تموتي عشان ارتاح. انتي قصرت فيا بحكايتك دي يا انسية. قلت لك اسمي كويمة. كويمة يعني عايزة تقول يا كريمة انك انت اللي اكتشفت الجريمة مش ريمة؟ انا اللي كشفت الخيانة، انا اللي حدفت التفاحة اللي جت في عين الجاوية موجانة. ما تفوقي بقى يا انسانة. افوق؟ حتى انت يا عم ما هتوق؟ ما حدش عاوز يصدقني ولا انسي ولا جني. انا مظلومة مظلومة. دايما المجانين بيتصوروا ان هم اللي عاقلين. طب وبعدين؟ ربنا يا بنتي معين. قول لي يا عم معتوق، هو انا دلوقتي محبوسة فين؟ انت هنا في جزيرة النسيان، ما يهوبش ناحيتها لا انس ولا جان. طب ممكن أقابل الملك جولان؟ ياه، الملك جولان؟ إيه؟
ممكن أقابله؟ طيب أقوله اعمل معروف. إن كان على دي اطمئني يا إنسانة، أنا هقول لمولانا ينوبك ثواب فيا، ما تغيبش عليا، أنا مستنية. مش هغيب يا إنسية. ويقولوا جن، ده احنا اللي جن الجن. يا دوبك سمعني الملك جولان وشاف بعينيه اللي كان، وبقى في ايديا زي العجينه الطريه، واداني جوهره التاج هديه، جوهره التاج ولطشت الجوهره الكريمه وتخلصت من كريمه. يا حوزتك يا ريمه، لو تبيعيها تشتري الدنيا بيها. طب فين اخبيها؟ فين يا ريمه؟ هنا هنا فين فين؟ ايوه فين؟ اقولك مين؟ مشكاح. ايوه ريمه، مشكاح شطاح نطاح. انت متشعبط وتبص من شرعه الباب عليا. من اللي بيا هو شويه اللي انت بتعملي فيا؟ شو ما جاءوا ليا انت بتخبي عليا. طب انزل يا مدهول على عينك، انزل. اه انزل. بقى ما اقولك، انا الوقت شفتك وسمعتك وشفت الجوهرة. وشفت الجوهرة. لا، فاتيمة وحليمة خرجوا يفتشوا على اختهم كريمة. دلوقتي بقى انا عايز اعرف كل حاجة يا ست ريمة. انا الحقيقة كنت هخبي عنك لاني خايفة منك، لكن دلوقتي مضطر اقولك. ها؟ قولي. نعم. طب اسمع بقى اللي عمره ما يحصل، بس وعدني انك مش هتجيب سيرة الاول. لا مش هجيب سيرة يا ريمة. طب اسمع يا مشكاح يا قليل القيمة. بقى سايب الانسية وجايني عشان تقول انها عايزة تقابلني؟ لو شفت حالتها يا مولاي وهي بتكلمني. انت مجنون يا معتوق ولا هي اللي مجنونه؟ هي اللي طلبت مقابلتك يا مولانا. طب هي مسكينه مش دريانه، وانت يا اللي ويانا. سامحني يا ملك الكهان، انا غلطان. انطلق الان. امرك يا ملك الكهان. احنا في ايه ولا في ايه؟ يخرب مطانك، كل ده يطلع منك. ده لولا الجوهرة أنا ما كنت صدقتك. أمال أنا ريمة ليه؟ دلوقتي بقى إحنا هنعمل إيه؟ نعمل إيه في إيه؟ نبيع الجوهرة ونقبض التمن ويتوب عليا بقى من مشي الدفن وسرقة الكافر. يا لهوي، عايزنا نبيع الجوهرة الكريمة والناس حزانة على كريمة؟ يقولوا إيه؟ لا، انا وانت بقى هنفضل كده وندفن الجوهره دي هنا شهر اتنين سنه، ولما يقدم الموضوع والناس تنسى اللي جرى يبقى نشوف هنعمل ايه في الجوهره. يا خبر، خبي خبي. ايوه خبي خبي اللي يبان المستخبي. طب بس بس طب قوم انت افتح الباب. طيب 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 الصبر يا طيب. طيب طيب فين اخبيها؟ فين؟ هنا. طب هنا. طب هنا. لا
لا اخبيها فين؟ هنا. لا طب هنا. لا فين؟ فين اخبيها؟ هنا. هنا هنا. وهكذا ضربتها العجوز ضربتين وأصابت بحجر واحد عصفورين، فحصلت على الجوهرة الكريمة وتخلصت من كريمة. موت.